ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض. سيد المخرج يا رفيقي، انا كتبت لنا في الزريمون اللي عندي كان فيهم شي حاجه ولا ما نعرفش، انا تعطيني كونفيرماسيون رفيقي. اخزر مليح اخزر مليح بالعين راهي يحكي مش بالسمع. اي كسريه اقل من 10 ثواني ما نسمح لكش تعدي. شكرا رفيق. البارح سي مبكر فيسبوك تونسي ما فيه كلام كان على التأوهات الجنسيه اللي تعادت في الاذاعه الوطنيه. اساسا كلمه تأوهات عمرها ما كانت تتخيل انها باش تستعمل بالطريقه هذه. الفيسبوك بيدو يتأوه من جوج. انا الحقيقه نستغرب يا اخي، هذه اول مره نسمع فيها تأوهات في تونس. بو هو راهو في بلادنا التأوه يتعدى صوت وصوره. الاذاعه الوطنيه ابريتو ماهيش اول مؤسسه تسيب تأوه في المباشر، سبقوها برشا بالمسجل وبالمباشر، ومازالوا اكثر اكيد باش يتأوهوا. وما نحبكمش تستغربوا، راهو معناها كما يقول سي المهف، تونس البلد العجيب. هاكم ريتو مثلا سيدي رمضان تعدد تأوهات. سامحوني، راهو التأوهات انواع يا حبيبي، ماهيش كان جنسي. ولا عدد التأوهات اللي سمعتهم في رمضان، سمعت برشا معناها من المسلسلات والشيء اللي ريناه، ما نصورش كان هذيك حكايه جراف اللي صار في رمضان اكثر. هذا التأوهات هذيك لا فيها لا سماح لا رباح لا حتى شيء سمعنا. كان الاذاعه معناها عملتها في قلب غلطه، هذوكم بالعاني معناها محضرينها من قبل. كان باش تخيرني مثلا بين تسريب الاذاعه 8 ثواني ومسلسل 27 15 حلقه، باش نختار 8 ثواني. هو محتوى يبكي الحقيقه، تشق فترك وتحل التلفزه تلقى كان الدمار بفلوس الشعب وبفلوس غير الشعب. وفي البرامج لو تلقى مثلا ما نعرفش ممثل يتقوى على ممثل اخر، ولا مخرج يتقوى على ممثل، ولا ممثل يتقوى على مخرج، وهذا الشيء عادي على الاخر. وكما قلت راه ما عناش كان تأوهات جنسيه، فما حتى تأوهات رياضيه. يا اخي شنو نقلب على بعضنا، التأوهات بارتو في تونس، عايشين في التأوهات للثري. ومش اول مره راهو ناس متأوهات في الميديا. استنى ترجع الكره في تونس وحل الراديو وقت الماتشوات، ويبدا كالانيماتور مسكين من استاد لاستاد من مراسل لمراسل، هو يقول نذهب الى الملعب الفلاني، ويبدا الجمهور اوه تأوهات تأوهات بين قوسين، ويبدا الجمهور يتأوه على الاربيتر والجارديان والجمهور الادفيرسير. حتى كطفل صغير اللي يجيب في الكره كي تخرج يتأوه عليه، خلي عاد مجوهرات في بعضهم يتأوه على بعضهم طامعين في ورقه صفر وانا حمر. حسين الشعب هذا تربى على التأوهات من الصغر، كل كان له يتصنت هو صغير واول ما ينطق يبدا يتأوه، وكل عاده كما قالك الجارديا قدره ربي ما فما كان الخير. ان كنت ناسي افكرك مثالش غنسمي بعض الاسماء، وكان نسيتكم بالحق سامحوني. هاو الصحبي بكار، هاو مختارت ليلي، هاو نبيل معلول، هاو عديد اللاعبين والمدربين والمسؤولين يتأوه باروع الالفاظ ويقولوا كلام اخطر حتى من اصدار اصوات غريبه اللي هي عند جمهورها. معلش نستغرب. وزيد الثوره المباركه الحمد لله يا ربي بعد معناها بعد هي وليت عنا مساحه تأوه كبيره عمرنا ما كنا نستناوه. التأوه في الاعلام كيصب للماء واشرب، كي تخرج لك فنانه في التلفزه تقول لك انا نوكل في كلبتي في كيلو طماطم كل فنان. يوم هذا تأوه ولا مش تأوه؟ وزيد يخرج لك لاعب كره قدم سابق يقول لك فيها وعليها، هذا تأوه ولا مش تأوه؟ ولا زيد يخرج لك كرونيكور عمره درج في البلاتو يقول لك نحن المثقفين. زيد تخرج لك من غديكه فنانه شعبيه تقول لك انا نحب نعيش تحت ساقين راجلي، تو تأوه هذايا ولا مش تأوه؟ وتزيد تخرج لك في التلفزة منجمة فلكية تقول لك تونس باش تولي كيف دبي، دي تأوه هذايا ولا مش تأوه؟ قول لي مثال جاوبني، راني على عصابي، راني ما عاش النجم، راهو عندك بي انا زاد باش نولي نتأوه والله العظيم. في التلفزة راهو انا غالب مثلا. سامحني انقطع الصوت. انا غالب سامحونا سامحونا، كان شتوه في الاخر ذاك علاش. شوف راهو في التلفزة نعطيكم كلمتين خفيف انذار، التأوهات بالوافي وبصورة شبه قارة. كذب السياسيين ماكم تعرفوا غالب مثلا، انت كي تشوف اكزامبل صغير معناها سياسي يكذب عليك كذبه تعاود تنتخبه ويتأوه عليك وانت تعاود. انا راهو نختم بكلمه بركه نقول انه راهو المشكله مش في تسريب تاع الوطنيه، خاطر الاذاعه الوطنيه حتى لو غلطت وحتى لو اعتذرت هي بعد 5 ايام، المهم اعتذرت وابريتو هو تسريب وغلط، ابكي علي يتأوه عليك وعام في العان. صليح ابيض.